الأول نشوف شوربة البطاطس بالكريمة مقاديرها على الشاشة. بطاطس، كريمة لباني، بصل وتوم. مقادير على الشاشة، نعمل إزاي شوربة البطاطس. نعم، اللازانيا في الفرن يا غالي. أنا شلت من عليها الغطا ودخلتها الفرن تكمل سواها علشان أحط عليها جبنة. جبنة موزاريلا. بشاميليات ومهرجان البشاميليات وعالم البشاميليات بيحب الجبنة الموزاريلا. المقادير على الشاشة. شوربة البطاطس بالكريمة. هناخد البطاطس دي يا عم الشيف نقطعها ونحطها في قلب الحلة. وعندي شوربة فراخ. الله الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ هو ده شوربة الفراخ اهي. اللي كانت معانا من شويه بصفيها كده اهو. الله، الطعم يا امي من بين اصابع ايدك العشره. كفايه حلو. وبحط على الشوربه دي، شوفي بقى التركايه دي، شويه حليب. يا مزاجك يا شيف، بس خلاص. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي شوربه البطاطس. ادي البطاطس، نقطعها كده. عايزه تستوي بسرعه، ولكن انا عايز اعملها لك النهارده بطريقه جديده للامانه. ايه الطريقه الجديده يا عم الشيف؟ هنمسك البطاطس كده شفتوا ازاي؟ هو ده مهم جدا. عايز دي هنا كمان؟ انا عارف والله انت عايز ايه حبيبي. انت بتحب السبايس؟ هحط لك انا فلفل سبايس عشان انا من النوع اللي يحب اريك انا. هو ده مهم جدا. ولكن تعالوا مع بعض نشرح حاجه مهمه جدا. شوربه البطاطس الحلوه دي كده انا بعملها دلوقتي بطريقه جديده خالص. معروف عن شوربه البطاطس دي ان هي بتتعمل بوريه، يعني تنضرب. حلو، شفت البطاطس متقطعه ازاي؟ اهي اهي زي ما هي كده. وسقطها فين يا عم الشيف؟ هنا. الله عليك، اهي حلو قوي. التقطيعه الرفيعه دي مع تسويه البطاطس، في منها اللي بيتكسر، في منها اللي بيتهري نتيجه ان هي تغلى على النار، وفي منها اللي بيتن سليم. فانا لما اجي اشرب شوربه البطاطس استطعمها. نقطعها ازاي كده تاني؟ رفيعه خالص كانك بتقطعها ايه؟ شيبس. شفت التقطيعه دي؟ حاجه جديده كلنا بنشربها في الفنادق والمطاعم، متعودين ان احنا نشربها عامله زي الكريمه. باخد البطاطس كده زي ما هي، شفت ازاي؟ واخد اقطعها كده بالسكينه تنزل معايا كده. الله. على فكرة ممكن تقليها كده تبقى لطيفة. تحطها جنب لحمة مشوية. الله، اهي. ونسقطها هنا. شوربة جديدة دي، حلو؟ لسه ما خلصتش أنا، الشوربة دي لازم أعملها بمزاج. حلو؟ تاني، كمان واحدة. شوية دول نقطعهم كده، شفت التقطيعة دي؟ اهي. نعم يا غالي. لا انا مش عايزها مكعبات، انا عايزها بالشكل ده كده. مكعبات مش هيبقى شكلها حلو بعد ما تستوي. وخلي بالك البطاطس تقطعيها والشوربه على النار، لانك لو سبتها متقطعه بالتقطيعه دي هتسود منك، مش تبقى لطيفه خالص. الشوربه دي هتخلص في 5 دقايق. اخر بطاطسيه معايا كده عشان حضراتكم تشوفوها، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. باخدها كده باسسها، بعمل لها قاعده اهي. حلو، واخدها كده شفت انا ماسك السكينه ازاي؟ تسلم ايدك. بعد التقطيعه دي كده بجيبها كده واجيبها رسوم كده على بعض بالشكل ده كده، وانزل عليها بالسكينه كده رفيعه جدا اهي. شفت؟ حاجة جديدة اعمليها كده وفاجئي بيها جوزك وولادك.
ايه يا ماما اللي انت عاملاه ده؟ دي شوربه بطاطس يا ولاد. شفت النهارده الشيف المغازي على القناه الاولى؟ من اقل حاجه وباقل تكلفه، والحاجات اللي موجوده عندنا في المطبخ والحاجات اللي موجوده في التلاجه بيعمل منها العجب. اه يا سلام لو عندك بقى صدر فرخه بايت من امبارح، كنت عامله ملوخيه للاولاد وصدر فرخه يتيم كده في التلاجه مش لاقي حد ياكله، تطلعيه وتقطعيه نفس التقطيعه دي وتحطيه كمل سواه مع البطاطس دي، هتدعيلي تبقى شوربه البطاطس بالفراخ. الله، خد الحته اللي جايه دي كمان هتدعيلي برضو. عندك حته بسطرمه حلوه، كنت عامله بسطرمه بالبيض للولاد امبارح، وعندك شريحتين ثلاثه بسطرمه، هتاخديهم وتقطعيهم وتحطهم مع البطاطس دي تبقى شوربه الفراخ بالبسطرمه. اوعى وشك، ابتكار طهوي. اه وحقوق الطبع لدينا وبس. هنروق الدنيا دي كده عشان نعمل الطشه بتاعت الايه الشوربه. بجد يا شيف هي دي فته ولا ايه؟ ايه خليك معايا للاخر. هنعمل لها ايه طشه؟ طشه عباره عن كزبره خضراء، تومه، مكعب زبده، كريمه اللبان اللي معانا، واحنا واقفين مع بعض كده بنتسلى. نقلب الشوربه دي ونشوف اخبارها ايه؟ اهي. عباره عن شوربه الفراخ اللي كانت معانا من شويه. حطيت عليها حليب. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اول مره اشوف شوربه بالشكل ده كده. طب هي تنها خفيفه كده يا شيف؟ اصبر على رزقك. البطاطس دي سهله التكسير. هتدوب دلوقتي، هتلاقي منها المتكسر وهتلاقي منها السليم. نقوم بنشرب الشوربه كده نستطعم ان دي شوربه بطاطس. اه. نسيبها على النار. زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ طاسه ونعمل طشه كده سريعه مع بعض عشان وقتنا قرب يخلص. من غير الطشه دي الشوربه دي مش هتبقى ظابطه. ادي النار الشديده بتاعتنا فيها مكعب من الزبده. ما نكترش زبده عشان هنا عندنا الشوربه دسمه. حلو الكلام. بحط على الزبده دي فص ثوم. خلينا نشوف اللازانيا مع بعض ايه الاخبار. فص الثوم ده كده، طاسة على النار فيها تومة، بخلي دي هنا كده. حلو، معانا كريمة لباني، معانا شوية كرفس، دي مهمة جدا الطشة دي بتاعت الشوربة. اهي شفت التومة دي مع الزبدة. الله، اهو ما ينفعش احط توم ني مع شوربة البطاطس. اه حلو، وانزل بالكرفس. الله على الريحة، هو ده. البهارات بتاعتنا شوية ملح، شوية فلفل اسود، وخلاص. وانزل بالكريمة اللباني. يا ويلي، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ هناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده. ركزي معايا يا امي. اه الله، ايه الحلاوة دي؟ دي شوربة البطاطس على طريقة الشيف المغازي. نغرفها مع بعض، يلا بينا. اهي مكانها هنا. اهم حاجه وانت بتعملي الشوربه حط في الاعتبار حاجات كتير قوي، انك تعمليها للاطفال، للكبار السن، لكل افراد العائله. اه ناخد الشوربه الحلوه دي كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه زي ما قلت لحضراتكم، عندك شويه فراخ، صدر فرخه، اه عندك الهوت دوج او السوسيز اللي احنا عارفينه ده كده، تقطعيه في قلبيها تبقى لطيفه وجميله. اه وحقوق الطبع لدينا وبس. ما تاخدش وقت كبير في السوى، لان التقطيعه دي لوحدها كده 5 دقايق على النار استوت. الطشه بتاعتنا تومه، زبده، كزبره او كرفس، البهارات بتاعتنا الجميله، نزلنا بشويه كريمه لباني. كريمه لباني هنا اختياري، يفضل كريمه لباني. الف هنا وشفا. ادي شوربه البطاطس. We'll be right back.